أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بصدور الأمر الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رئيسا لمجلس الوزراء. وعرب معاليه عن خالص التهاني وأجمل التبريكات لسموه على تجديد الثقة الملكية السامية بتكليف سموه بحمل مهام رئاسة مجلس الوزراء لما يتمتع به من حنكة بالغة وقيادة واعية، مؤكدا أن عزم سموه وجهده ومثابرته وتصميمه كان لها العظيم الأثر في ازدهار البلاد خلال مراحل العمل الوطني الذي أسهم في استدامة مسارات التنمية والتقدم في جميع المجالات وترسيخ أسس وركائز دولة المؤسسات والقانون والنظام الديمقراطي، بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم والذي تتواصل فيه المنجزات والمكتسبات في الميادين كافة، حتى وصلت مملكة البحرين إلى مستويات متقدمة ومرموقة في تحقيق التنمية المستدامة، وترسخت مبادئ الأمن والاستقرار وتعززت جهود التنمية والتقدم الشامل، مما أدى إلى بناء قاعدة قوية وأساس راسخ لبناء مستقبل المشرق للوطن الغالي ومواطنيه الكرام، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه وأن يوفقه لتحقيق المزيد من التطلعات والطموحات.